الجمعة وما فيها. في الجمعة ما فيها الجمعة هذه باش نحكيو على السياحة وباش نحكيو زادا على الفلاحة من الحليب والألبان وباش نحكيو زادا على الماء. والبداية باش تكون بشأن الفلاحة كما قلت لكم، وين أفاد الخبير في التنمية والموارد المائية حسين الرحيلي أن المعدل الوطني لامتلاء السدود وصل 30%، وأشار في تدخله نهار الأربعاء 31 مايو في برنامج إكسبريسو مع الزميل وسيم بالعربي أنه تونس مازالت في وضعية ندرة المياه، ودعا وزارة الفلاحة إلى مواصلة تطبيق نظام القطع المنتظم للماء إلى غاية شهر سبتمبر. المعدل الوطني 30%، معدل السدود الشمال 36%، بالنسبة إلى سدود الوسط ما فاتوش 12%، وبالنسبة للجنوب ضعيفة برشا، بالكابون ضعيفة برشا. تبقى الإيرادات نتاع شهر ماي كانت محترمة، معناها بالمقارنة بالأشهر اللي قبلها كانت حوالي 113 مليون متر مكعب إيرادات السدود، اللي خلى السدود تفوت معناها 600 مليون، وصلت 713 مليون متر مكعب حاليا بلحدود 28 ماي. ما زلنا تحت ضغط ندرة المياه خاصة بالنسبة لمياه الشرب، واللي خلى الصناد وزارة الفلاحة يواصلوا في القطع المنظم والدوري للمياه إلى حدود شهر سبتمبر. وما زلنا في الشأن الفلاحي، أمام الماء نتعديو للحليب والألبان، وين حكى المكلف بالأعلام باتحاد الفلاحة ناصر العمدوني في تدخله البرنامج الشارع التونسي نهار 30 مايو مع زميلتنا لبنى بدة أنه لا وجود الأزمة حالية في منظومة الحليب ولن يتم اللجوء إلى المخزون الاستراتيجي، وأشار في المقابل إلى إمكانية حدوث أزمة في فترة الراحة البيولوجية اللي تنطلق في شهر سبتمبر. احنا عندنا تقريبا 18 مليون مخزون استراتيجي، المخزون الاستراتيجي هذوما واستهلكنا احنا في حدود 1.6 مليون او 1.8 مليون يوميا بعملية حسابية يمشي في بال العباد، وانه مدة 10 ايام 18 مليون كي تقسمها على 1.8 مليون مدة 10 ايام ماكش مش تلقى الحليب. هذا بالآلة الحاسبة، ولكن وقتاش هذا؟ وقت اللي احنا نوليو ما عدناش ننتجو، ما دامنا ننتجو يعني نستهلكو اللي ننتجوه، والمخزون الاستراتيجي يبقى ما يتمسش، يتبدل باش نرفعوا الاجال نتاع الصلاحيه، لكن يبقى هذاك ما يتمسش. وقتاش يتمس؟ وقت اللي يبدا الاستهلاك يفوق الانتاج. احنا في الفتره هذه تقريبا اللي ننجوه نستهلكوه. ومن الفلاحة نتعداو للسياحة، وين تحتل السوق التونسية المرتبة الأولى في عدد الوافدين على الجهة السياحية بالمهدية بنسبة 25% خلال الفترة الممتدة بين أول جانفي حتى 20 ماي، وهذا حسب كلام المندوب الجهوي للسياحة بالمهدية محمد بوجدارية البرنامج الشارع التونسي نهار 29 ماي مع لبنى بدة. على مستوى الأرقام، زار المهدية حتى إلى غاية 20 ماي ما يقارب 32 ألف وافد، قضاوا في الجهات المهدية 118 ألف ليلة مقضات، نسبة ارتفاع ب 48.7% مقارنة بنفس الفترة لسنة الفارطة. أهم الجنسيات نجم نقول الجنسية التونسية بنسبة 25.5%، تليها الجنسية الألمانية بنسبة 24.5%، والجنسية الفرنسية بنسبة 17%، وباقي الجنسيات الأخرى البريطانية وأوروبا الشرقية. أنا نأكد على حاجتين، أولا كونوا كل الأسواق الكلاسيكية اللي حكينا عليهم والحمد لله رجعت تخدم وتنشر، واثنين كونوا تبقى ديما جهة المادية أيضا جهة محبة لدى التونسي والأجنبي على حد سواء، لأنه بنسبة 25-26% من الحصة التوانسة تعتبر إيجابية برشا. وهكا وسيمة كون عملنا دورة وحوصل على بعض أخبار الجمعة هذه. يعطيك الصحة عزيز على كل هذه الأخبار، كانت حوصلة هذه في أهم الأخبار بالنسبة للأسبوع كامل. شوي آخر باش نحكيو على إيفالمون من تنظيم الجمعية التونسية لأولياء وأصدقاء المعوقين التونسيين فرع نابل ورجعنا.